السلام عليكم. بحكو عبد الخالق رئيس جمعية السلام. حنا تمنينا هذا الملف هذا ديال هذه السيدة هذه اللي الزوج ديالها مات إثر فاجعة بسبب أن تم اتهامه باختلاس أموال ديال مدينة مكناس. وحنايا كنوقفوا معاهم قلبا وقالبا وكنتضامنوا معاهم ومع المرحوم مع الزوجة ديالو وتنتمناو هذا الملف هذا. بالنسبة للمطالب الأساسية بعد الوفاة نتاع المرحوم وشنو المسطرة اللي أو الطريق اللي غتسيروا فيها؟ بالنسبة للمطالب ديالنا هي مطالب مشروعة وهي محاكمة المسؤولين والشركاء ديالو اللي تم الإطلاق السراح ديالهم. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن سمعنا بأن السيد رئيس مجلس البلدي بأنه تيتحدى الزوجة الأرملة ديال الفقيد وبأنه تيقول لها ما غادي تصوري والو كما سمعتوا على اللسان ديالها، وهذا ما كيرضيناش حنا كمناضلين وكجمعويين وكأبناء المدينة، وحنا غنوقفوا معها قلبا وقالبا حتى تاخذ الحق ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.